العلاقة التاريخية اللي ما بين مصر والجزائر، والتي لم ولن ولم يكن واجبا أبدا أنها تتوقف، أبدا أبدا. العلاقة أكبر بكتير من علاقة مصر بالثورة الجزائرية وتحرر الجزائر، العلاقة أكبر. إخواننا في الجزائر ساعدوا مصر جامد، مش هقولك كمان بمنطق رد الجميل، لا خالص، بمنطق العروبة، بمنطق البلد الشقيق. احنا أشقاء في القارة، أشقاء في المنطقة العربية، جامعة الدول العربية، وطني حبيبي الوطن الأكبر، ساعدونا قوي بعد نكسة 67، وقفوا معانا قوي 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 في حرب 73. فتيجي زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر فتتوج هذا الشكل مشكلة العلاقات، لأنه أنت حتى لما هتيجي تتفرج أو إذا كنت شفت بالفعل التقارير المصورة لزيارة الرئيس الجزائري وتشوفه وهو ماشي على السجادة الحمراء أو الريد كاربت مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طريقة تبادل الحوار وهم ماشيين، هي دي بقى اللقطة اللطيفة دي، وهم ماشيين مع بعض لما الرئيس يبدأ يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وشوف طريقة الكلام وتبادل الحوار والمشي والكلام وهكذا. المسألة هنا تبدو جدا بجلاء ووضوح إن هي أكبر بكتير من مسألة رئيسين لدولتين كبيرتين في المنطقة العربية وفي إفريقيا، لا، هذا الاستقبال مش استقبال اتنين زعماء لدولتين كبيرتين خالص. احنا هنا بنتكلم على اتنين أصدقاء أشقاء تجمعهم العديد والعديد من أشكال العلاقات شديدة الرفعة. ده المهم هنا، بص، يقفوا ويتكلموا ويتناقشوا ويكملوا خطوات في تبادل للحوار، في ود شديد الوضوح قدام حضرتك. هذه أمور لا يجب أن تخطئها العين، ولا يجب أنها تمر علينا كده مرورا سريعا وما يتعلقش عليها إطلاقا. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا بيك يا دكتور حامد. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ يوسف. وقبل ما ادخل في اي كلام مع حضرتك، انا بشكرك شكر شديد على تعظيم حب بلدنا من خلال كلامك يا فندم. ده نتيجه ايجابيه للعمل الدؤوب اللي بتقوم به الدوله المصريه لرفعه قيمتها ومكانتها لدى الشعوب العربيه والعالميه. بفضل ربنا والحمد لله، اشكرك يا فندم. يمكن واحنا في اطار الكلام أو بالتحديد وإحنا ندخل في لب الموضوع، العلاقات ما بين مصر والجزائر القوية الدائمة شديدة الصلة ثابتة الأواصر، وهذا التتويج اللي حاصل، ومش هقدر أبدا، وهنا بقى أنا بتكلم مع خبير كبير في الشؤون العربية، التوقيت يا دكتور حامد. يعني دعني أؤكد أن العلاقات المصرية الجزائرية هي علاقات تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ. هناك إرث تاريخي كبير وقواسم مشتركة تجمع بين الدولة المصرية والدولة الجزائرية، والدعم الكبير التي قامت به الدولة المصرية لدعم الثورة التحريرية الجزائرية في الفترة من 54 حتى العام 1962، وأيضا قامت الجزائر بدعم مصر في قضيتها العادلة، القضية العربية، وسواء في حرب 67 أو حرب 73. وبالتالي هناك علاقات قوية راسخة وثابتة ومتينة بين مصر والجزائر. هناك دلالة واضحة لهذه الزيارة، تأتي قبيل انعقاد القمة العربية القادمة وفي ظل حجم من التحديات يا استاذ يوسف بتواجه المنطقة العربية برمتها، وفي ظل زخم عربي كبير في سبيل العمل على الوصول إلى حلول ناجحة وناجعة لحل هذه القضايا. وبالتالي زيارة الرئيس تبون اليوم ولقائه بشقيقه الرئيس السيسي هي رسالة دعم والعمل على أن يكون هناك موقف قوي عربي موحد تجاه هذه القضايا التي تمثل تهديد خطير للأمن القومي العربي.
طيب دكتور حامد، الدولتين مصر والجزائر هما الدولتين العربيتين الأكثر تأثيرا في المحيط الإفريقي، تعتقد أنه جوانب من هذا اللقاء أو المحادثات الثنائية ما بين الرئيسين فخامة رئيس السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تتناول ما يحدث في إفريقيا وتحديدا مسألة الغرب الإفريقي المهدد من قبل جماعات شديدة الشراسة هي داعشية الشكل قاعدية المنهج وتعبث بالغرب الإفريقي حتى هذه اللحظة؟ يعني أنا بأحييك على هذا السؤال، لأن من أهم الملفات اللي هيتم التباحث حولها بين فخامة الرئيسين هو ملف الإرهاب، لما يمثله من تهديد خطير لمنطقة الشرق الأوسط بأكمله وخاصة القارة الأفريقية، خاصة وأن التنظيمات الإرهابية المسلحة سواء داعش أو غيرها انتقلت من سوريا والعراق إلى منطقة الساحل الأفريقي، وهذه المنطقة تحديدا أصبحت تهدد الشقيقة الجزائر. ومصر لديها باع كبير جدا في القضاء على الإرهاب، ونجحت الدولة المصرية في خلال الأعوام الفائتة من خلال جيشها الكبير وشرطتها الباسلة في العمل على تحجيم دور الإرهاب بل والقضاء عليه وجعله في أقل مستويات، وبالتالي استلهام التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن الإرهاب الآن هو إرهاب عابر للحدود، وبالتالي الدولة المصرية ستفيد الدولة الجزائرية في ظل توافق كبير من الناحية المعلوماتية والمخابراتية والعمل على إيقاف التمدد الداعشي في منطقة الساحل الأفريقي. طيب دكتور حمد، أنا معلش هأثقل بسؤال كمان، أنه يمكن مصر في أكثر من موضع في أكثر من محفل تؤكد على أنه أمن الخليج أيضا خط أحمر، مصر خلقت محورا واسعا لمحاربة الإرهاب بدءا من العراق مرورا بسوريا أيضا بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، تعتقد أن هذا المحور بهذا الشكل وبالنقاط اللي حضرتك عرضتها دلوقتي سوف يمتد إلى الجزائر وسائر الشمال الإفريقي؟ يعني أنا بأؤكد لك على أن الرئيس السيسي لم يترك محفلا دوليا أو حتى على مستوى اللقاءات الثنائية إلا وأشار إلى أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. صحيح. ويعني باللغة البسيطة أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة من أنه مسافة السكة ستكون الدولة المصرية داعمة لاستقرار الدول الخليجية. شاهدنا تدشين آلية التشاور السياسي ومشاركة مصر لأول مرة في أعمال مجلس التعاون الخليجي، ومصر دعمت وبقوة الموقف الخاص بالتعدي على الشقيقة الإمارات من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وبالتالي الدولة المصرية لديها رؤية حقيقية في القضاء على الإرهاب بشتى صوره سواء في منطقة الساحل الأفريقي أو في الخليج العربي، باعتبار مصر هي المدافع الأول عن كل القضايا سواء العربية أو الأفريقية. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور حامد، كل الشكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية.